ما معنى هذا الكلام؟ اذهب من هنا. تعال نسأل هذا النفر علّه يجلو لنا غامض الخبر. هل لك عافاك الله أن توضح لنا كلام الرجل وأجرك على الله؟ لعلك وصاحبك غريبان عن البلد. نعم نحن غريبان. أزمة الماء في هذا البلد على كل شفة ولسان، وتصيب كل نسمة من حيوان وإنسان. لقد سمعنا بعض الشيء وليس كل شيء. ما دخل الخبز بالماء؟ لا بد للخبز من عجين، ولا عجين إذا لم يوجد ماء. هذا أمر معروف. طبعا طبعا. ولما أصبح الماء نادرا كاللؤلؤ البراق، فقد قسم الناس إلى فئتين، فئة تنتظر يومين دورها، وفئة تصيب خبز يومها. ومن الذي أمر بهذا التقسيم؟ الوالي أعزه الله كلف خازن المال بالمهمة، وهي أن ينتقي متعهدا صاحبة المال. كل هذا لتأمين ماء الشرب؟ ليس للشرب فقط، بل للطبخ والغسيل والتنظيف. وكل هذا بأمر الوالي؟ نعم، الوالي أمر بتعيين الخازن، والخازن اختار المحاسب، والمحاسب اختار وسلسلة لها أول ما لها آخر. وهل رقمك مفرد حتى تقف منتظرا؟ أنا لا أريد خبزا، ولكني أبغي أمرا آخر. وما هو؟ أترى هذا الطحين؟ نعم أراه. سوف أعطيه للخباز فيعجنه ويخبزه، ثم نقتسم الخبز نحن الاثنين. يعني الطحين من عندك والماء من عندك؟ تماما، فعائلتي كبيرة وخبز التقنين لا يكفينا يومي. وماذا يفعل من لا يملك الطحين؟ يصوم وله الأجر يوم الدين. وهل هذا بأمر الوالي أيضا؟ احفظ لسانك يا هذا، وإلا ساقوك إلى السجن. إن زوجتك القدير أعطني خبز. في هذا الحمام أيها الأوغاد اللئام، اخرس يا رص يا عديم الذمة والأمانة. سأفضحكم بين الملأ وأذيع عنكم كل النبأ حتى يعرفكم أهل البلد ولا يأتيكم أحد. وهل لحقير مثلك أن يدخل الحمام في مثل هذه الأيام؟ قبل أن تستحم وتغتسل اشتري لنفسك ما تنتعل. بالله عليكم أركموا بيننا، هل أصبح الاستحمام وقفا على أغنيائنا؟ ماذا جرى؟ كما ترى دخلت الحمام ودفعت الأجرة، ولم أكد أدعك رأسي بالصابون مرة، وقبل أن أصب الماء من الجرة اقتلعني هذا النزل من مكاني وعلى الرصيف برمان. لأنك نادر، هذا الحمام لا يدخله إلا الكرام. ولما لا تتركه يكمل الاستحمام؟ لقد استهلك من الماء أكثر مما دفع. كذب، هذا لم يقع. هل لك أن تشرح لنا الأمر؟ لقد خصص لكل زبون جرة واحدة لكي تعم الفائدة ويستحم أكبر عدد من الناس دفعة واحدة. هذا الحديث لا ينطبق على كل الناس. أما هذا فقد استغفلنا واستهلك جرتي ماء وبدأ في الثالثة دون علمنا. ومن الذي أمر بهذا التخصيص؟ ما شاء الله، ألم تسمع بأوامر الوالي واهتمامه بتوزيع المياه على الأهالي؟ بلى سمعنا ورأينا. وكم يبلغ بدل الاستحمام؟ عليك أولا أن تنتظر دورك. كيف؟ تذهب إلى المختار وتسجل اسمك ثم تنتظر وقتك. وإذا كنا في عجلة من أمرنا ممكن على أن تدفع المقرر لنا ما يبل ريقنا. وهل بإمكاننا أن نستهلك من الماء على راحتنا وأن نستحم على مزاجنا؟ على أن يبقى هذا الأمر بيننا. هل من الضروري أن نقف أمام هذا الزير مع هذا الجن الغفير؟ يا مولاي، الزير أصل المشكلة، وإن كان ليس كل المعضلة، فالداء عضال وشفاؤه على ما يبدو من المحال. وماذا تريد مني أن أفعل؟ هل أستقيل؟ لا يا مولاي، هذا مستحيل، فالعدل ملح الأرض وتحقيقه مطلوب بالطول والعرض، وهذه وظيفة الحاكم، فعليه أن يرفع الظلم ويكشف المظالم. يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف واسترنا آخر المطاف. التزموا بالصندوق وامتنعوا الصف. السلام عليكم. وعليك السلام، ألست المستخدم الجديد؟ بلى. تعال أخبرني أين كنت ولم تغيب؟ أم تراك عملك أهملت وشبعت وبطرت؟ لا ما بطرت، ولكني كنت مريضا. مريضا؟ مريضا أم متمارضا؟ ما لي أراك خائفا ترتعش راجفا؟ لا أرتعش راجفا. لقد وقعت في شر أعمالك وصرت من هالك إلى مالك. ألم تجد أحدا تصرخ ماء إلا متعهدنا الممتاز السيد طوماز؟ اسمع يا خان، ألم تعرف أنه صديق الخازن والمحتسب، وأن مولانا الوالي منحه ثقته حتى يؤدي أمانته؟
يا سيدي أنا لم ورحت تناقشه وتحاوره وتجادله حتى أخرجته عن دوره. أنا لم وعلى هذا فأنت مفصول من أمري. أهذا جزاء الإخلاص؟ بل هذا نوع من القصاص. على كل حال لا يهمني إذا هضمتم حقي، فعلى الله اتكالي ورزقي. أيضا هات ما عندك قبل أن أسلخ جلدك. أريد لك قرشين نظيفين وتريد لي الهلاك والحين؟ كيف؟ قل واختصر، فليس مثلي من يستمر. أترى الرجل الواقف معي؟ إيه ما باله؟ إنه تاجر كبير، يقنع بالقليل ويدفع الكثير. دعك من التلميح والإشارة وفصل بصريح العبارة. سيقيم حفلة لعدد من الناس كبير، وهو يحتاج من ماء هذا الزير إلى حمولة اثنين من الحمير. وهل دع الناس للطعام أم للاستحمام؟ سؤالك لا يضر ولا ينفع، فالرجل سيدفع أكثر مما تطمع. حسنا. انتهى اليوم توزيع الماء وفرغ الوعاء. تدبروا أمركم ليومكم، وغدا أمام الزير موعدكم. مع عنوان السكن الحالي لننقل الماء على التوالي إلى ديوان الوالي. من الأسواق وتكبدكم، كل هذا العناء وتجولكم بين البسطاء والفقراء، واطلاعكم كيف تفشى الغش والرشوة، وكيف عمل غلاء، كل هذا يؤكد حرصكم على تحقيق العدالة بين الناس، ولا أشك أبدا في أنكم ستضربون كيف هي الأمور تساس. هذا صحيح. أخ كتفي. هذا هو يا سيدي محلول السبهان المستخرج من قضبان البان. إذا ما أضيف إلى الماء الفاتر دون الغليان ينحل فيه وينفذ من الجلد إلى العظام، يبرئ الساقين ويشفي القدمين. وماذا عن الركبتين؟ الركبتان تشفى إذا دهنت بهذا دهنتين، منافعه جمة، وهو يجدد الهمة، يذهب النصب ويزيل التعب. أنا مريض فعلا يا غلام، علي بالحجام. لا يا مولاي، ليس الآن. ومتى إذن أقول لك إني مريض فعلا.